بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لقد سطر الشهيد الكبير الشيخ نمر باقر النمر ملاحم البطولة، وقد دخل قلب التاريخ، وأحرى أن تسطر مواقفه البطولية بأحرف من نور. وهناك الكثير من المواقف القليلة التي جسد بها ملاحم البطولة في المجتمع الإسلامي، أحرى بنا أن نتخذها عبرا ونموذجا في حياته وبعد مماته. ومن أبرز هذه النماذج فقدان جثمانه الطاهر. لقد اشترك مع الكثير من الشهداء المفقودين، فجسده إلى الآن لا يعلم أين دفن، ولكن مكان جسده القلوب كرأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه. البعض يقول أرجع إلى الجسد الشريف، والبعض يقول إلى دفن في سوريا، والبعض يقول دفن في مصر، والبعض يقول دفن في النجف الأشرف. لكن الشاعر يقول: لا تطلبوا رأس الحسين بقلب واد، إلى آخره، إلى أن يقول: هو مدفون وسط فؤادي. الشهيد النمر مدفون في قلوب الأحرار والثائرين في العالم، وسيبقى دمه الزاكي يسطر الملاحم لجميع الجماهير الثائرة والمؤمنة التي تنشد العدالة حتى تسود العالم أرجاء المعمورة.